بنرجع مع حضراتكم مرة تانية، بيسعدنا ان احنا نرحب بضيوفنا. معنا الأستاذة إيمان منصور، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون ورئيس القسم العسكري بالمجلة. أهلا بيك يا أستاذة إيمان. كمان معانا النهاردة الأستاذ أحمد زايد، مؤسس المجموعة 73 مؤرخين. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. هنعرف طبعا سر تسمية المجموعة 73 مؤرخين، يعني شبه كده جمعية المحاربين القدامى، يعني تدي كده معاني مختلفة. كمان معانا الأستاذ خليل الحلو، عضو بالمجموعة وأيضا رئيس قسم التسجيلات بالمجموعة 73 مؤرخين. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. نبتدي بأستاذة إيمان، يعني مؤرخة عسكرية أو محررة عسكرية، الحقيقة أنه شيء كبير جدا ومهم جدا لما المرأة تكون محررة عسكرية. هل ده يستلزم أن أنا أنزل الميدان في معركة في وقت حرب، ولا بتبقى عبارة عن إيه؟ واحنا يمكن حظنا كويس ان احنا كنا مجموعة من البنات زمان، من فترة طبعا طويلة، يعني اكتر من 15-20 سنة تقريبا، كنا صغيرين وقلنا عايزين ندخل المجال العسكري. كان ساعتها اللي هو سمير فرج هو اللي موجود، وقال انا عايز العنصر النسائي يبقى موجود. ليه؟ لان عشان كان بيبقى في مواقف انسانية كتيرة جدا الست بتبقى قريبة ليها اكتر من الراجل. احنا بس دخلنا من هنا واثبتنا طبعا كلنا وجودنا الحمد لله بان احنا كنا يمكن انشط من الولاد والشباب اللي معانا. كنا ملتزمين جدا بالمواعيد، بتعرف القوات المسلحه اهم حاجه عندها الالتزام. الالتزام طبعا. فكنا ممكن جدا من الساعه 4 الفجر نبقى كلنا موجودين عشان عندنا التزام الساعه 6. فكانوا الستات هم اللي بيبقوا ملتزمين اكتر. كنا بنروح مثلا، كان يا جماعه في مناوره هتيجوا معانا؟ هنيجي. ده صعبه، ده احنا نتعامل بالرصاص الحي وبالاسلحه؟ لا نروح. كنا بنروح وكنا حاسين ان احنا مش اقل خالص من اي راجل كان على جبهة في يوم من الايام. وكنا حاسين زي ما بنقول الانتماء، ويمكن زاد شوية لان انتي بتحسي ان انتي ماشية في ارض كانت كلها محتلة ودلوقتي بقت بتاعتنا. فده قد ايه بيبقى الموضوع كبير جدا. وفي الفترة كلها يمكن لينا برضو كان الحظ والحمد لله ان احنا قابلنا القادة اللي هم تقريبا كان ايدهم في المطبخ، كل طبعاً في مطبخ الحرب يعني. ومعظمهم طبعا توفاهم الله والحمد لله، تم التسجيل معاهم على اكمل وجه في الشؤون المعنويه وسجلت كل ذكرياتهم. جميل. فاحنا كنا بنقعد فعلا نسمع حقائق الحقائق يعني. فانا اعتقد ان انا من الناس اللي كنت محظوظه ان انا اكون وسط الكتيبه دي. اكيد يا استاذ، اكيد يا استاذه ايمان. والحقيقه انه مهم جدا ان احنا النهارده بنتكلم عن فكرة ان احنا ننقل الوعي والانتماء لشباب كتير. استاذة ايمان وغيرها من الاجيال اللي قدرت انها تسمع حقائق من شخصيات بالفعل دخلت الحرب، وزي ما قالت استخدمت مصطلح كانت ايدهم في مطبخ الحرب. ده مهم جدا ان احنا ننقله لاولادنا لشبابنا للاجيال اللي ما حضرتش ده. يمكن استاذ احمد زايد يقول لنا بفكرة مجموعة المؤرخين 73، يعني ايه الفكره اللي جات لكم علشان تعملوا تاريخ لحرب 73؟ ومين يعني المستهدف ان انت تنقل له هذا التاريخ او توضحه له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي الفكره جت لما احنا حسينا ان في خطر على الشباب المصري والعربي، لما ظهور انتشر الانترنت بشكل كبير. الانترنت يقدر يخش كل بيت ويخاطب كل فرد من افراد الاسره لوحده، ويقدر يلعب في دماغه بالشكل اللي هو شايفه. انتشار الانترنت توازى مع انتشار تشويه لحرب اكتوبر والحرب الاستنزاف. وصل السنه اللي فاتت تشويه الرموز الوطنيه، وصل تشويه وتغيير حقائق احنا عارفينها ثابته. احنا ابتدينا من 2008، يعني باذن الله داخلين في السنه العاشره لينا، ابتدينا على اساس ان احنا نوعي الناس بالبطولات. يعني كنا الاب الروحي لينا سياده اللواء الطيار محمد عكاش الله يرحمه، استاذ جمال الغيطاني الله يرحمه، هم دول اللي اخذوا بايدينا وحطونا على الطريق الصح. احنا لينا رساله ان احنا عايزين نوصل البطولات اللي حصلت في الحرب من فم الابطال للاجيال الموجوده عن طريق الانترنت، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الافلام، عن طريق الافلام الروائيه، عن طريق الانفوجراف، عن طريق اي حاجه نقدر ان احنا نوصل لهم بيها
نوصلها لهم عشان الشباب مستهدفين وفي خطر، لان لما انا العب في دماغه طبعا ولما افقده انتمائه، انت بتديله بتوصل له معلومه يكفي انها غلط، بتشككه في الحقائق اللي هو عارفها، او حتى بستغل نقطه انه ضعيف جدا في مستوى المعلومات اللي تخص مجال معين، وابتدي انا اغير ادي معلومات مختلفه، بشوه ادراك الشاب او الشابه باتجاه حقائق في بلدهم. اكيد طبعا كلام حضرتك بتقوليه صح، وبيتلعب علينا من زمان جدا. لو الناس تفتكر من بعد حرب اكتوبر، الكتب الاسرائيليه اللي كانت طلعت كانت بتتكلم ان حرب اكتوبر هي تعادل ما بين العرب واسرائيل، اسرائيل كسبت سوريا بس مصر كسبت اسرائيل، فهي تعادل. بعد كده، ودي في مذكراتهم استاذ ايمان حضرتك عارفه اكيد، بعد كده مع وجود الانترنت قال لك لا، الحرب انتصار على مصر كمان، غرقونا بصور الدفرسوار الثغره. المشكله معركه وخسرناها من 5 معارك، معركه حرب نتيجتها 3-2 لينا. ده كتبسيط للفكره للشباب والمدارس والطلبه في المدارس، ان احنا الحمد لله عملنا 238 ندوه، مدارس، جامعات، مكتبات عامه، مكتبات خاصه، اي حد بيدعونا بنودي الابطال هم اللي يتكلموا مع الاطفال او مع الشباب علشان ما نبقاش احنا حاجز منهم. صدقيني بتبقى حاجه حلوه جدا ان الاطفال والشباب يقابلوا طبعاً ابطال الحرب طبعاً، ويسمع منه المعلومه اللي بيسمعها من البطل سكت تماما، مهما قامت السوشيال ميديا او اللي يتلعب في الدماغ مش هتاثر عليه، هو سمعها من بطل خلاص امين بالنسبه له، رسخت في ذهنه. استاذ خليل، حضرتك رئيس قسم التسجيلات بالمجموعه المؤرخين، ايه الدور اللي حضرتك بتقوم بيه، ومين الفئه اللي انتوا بتخاطبوها، وزي ما استاذ احمد قال بتروحوا بالفعل بابطال بيتكلموا مع المدارس و حجم المعلومات اللي بيبقى عند الشاب اتجاه حرب اكتوبر، هل بتلاقيها بالفعل معلومات قيمه ولا سطحيه جدا جدا وكان المفروض انها تكون اكتر من كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي قسم التسجيلات الاساس بتاعه ان احنا بنتواصل مع الابطال اللي لسه عايشين لحد النهارده، ربنا يديهم الصحه يا رب. كل من شارك من اول 48 لحد 73، كل واحد اشترك في اي حرب مرورا بالسلسله دهيت لازم بنجيبه ونبدا نتكلم معاه. الكلام ما بيبقاش الفكره انت دخلت الحرب امتى وعملت فيها ايه ويمشي، لا، احنا بنتكلم في كل الجوانب، اجتماعيه، انسانيه، ثقافيه، تعليميه، سياسيه، وبعد كده نتكلم في اخر حاجه اللي هي المرحله العسكريه. الهدف منها ان احنا كنا عايزين نوضح ايه الفرق ما بين جيل اكتوبر والاجيال اللي كانت قبل كده، والمشاكل اللي عندنا دي ايه سببها. هي مقارنه بسيطه من خلال قصه البطل، بنقول هو عاش ازاي، اتربى ازاي، ايه المبادئ والاخلاق اللي ابوه وامه زرعوها فيه، المدرسين زمان كانوا بيهتموا ازاي بالتعليم، الدوله كانت بتهتم ازاي بالطفل في مرحله اعدادي ومرحلة ثانوي. في مرحلة اعدادي كانوا بيدوهم حاجة اسمها الكشافة، يبدأ ان لازم الطفل يبقى فيه قائد ويتعلم ان له قائد، القائد ده زميله، ويبدأوا ان هم يبقوا ماشيين بطريقة منظمة. يجوا بعد كده في مرحلة الثانوي ياخد نظام اسمه كان نظام الفتوة، النظام ده بيبقى موجود ضابط جيش موجود في كل المدارس بتاعت مرحلة الثانوي، يدربوهم على ضرب النار، يدربوهم على المشي العسكرية، يدربوهم على الأساسيات الأولية بتاعت العسكرية. ده للأسف اللي احنا مفتقدينه النهاردة. النهاردة إسرائيل بتجيب الاطفال الصغيرين اللي هم عمر مثلا 8 سنين و10 سنين، بيديله تدريبات كامله، صعقه ومظلات وضرب نار. تمام. وكان في فيديو لسه انا شايفه قريب، كان الفيديو ده بيجيب المدارس بتبدا تعلم الطفل ايه، العرب بالنسبه لك ايه، العرب بالنسبه لي عدو، انتوا عارفين اللي هيحصل في العرب ايه بعد كده، احنا هتحصل حرب كبيره بيننا وبينهم، ونتيجه الحرب دي هيتقتل معظم العرب، واللي هيفضل لسه منهم عايش هيبقوا عبيد عندنا. ادي رد الطفل الاسرائيلي. الشباب المصري هنا للاسف الطفل الاسرائيلي برضو ابتداء من 16 سنه هو مجهز للتجنيد، من 16 ل 60 كل الناس دي جاهزه للتجنيد في اي وقت من الاوقات. احنا عندنا هنا للاسف اللي عنده 16 مصري 16 سنه بيتقال عليه ان انت طفل. ادي الفرق ما بين جيل وجيل. جيل اكتوبر اللي كان عنده 17 سنه كان بيتخرج من الكليه الحربيه قائد فصيله، قائد. النهارده اللي عنده 17 سنه بيتقال له انت لسه طفل. ادي الفرق، الفروقات اللي احنا بنحاول نوضحها ما بين التسجيل مع البطل، وبنقول انت اتعاملت ازاي سواء سياسيا عسكريا من اجتماعيا بكل السبل، طلعت جيل اسرائيل قالت وصرحت ان احنا مستنيين جيل اكتوبر ده يموت عشان خاطر احنا بعد كده هنحتل مصر.
أستاذة إيمان، يعني الحقيقة فكرة التوعية وإن أنت تربي جيل عنده انتماء ده شيء صعب جدا جدا، بالذات زي ما الأساتذة قالوا أنه حرب شرسة جدا معلوماتية على السوشيال ميديا، وأولادنا بحكم التطور العصر اللي احنا بنعيش فيه بيقضوا وقت طويل جدا على السوشيال ميديا، بيستقوا منها معلوماتهم كل المعلومات تقريبا وخبراتهم. احنا دورنا فين بقى ك يعني اعلام دراما دولة فاني اربي طفل وشاب زي ما استاذ خليل بيقول عنده من المعلومات وعنده من الثقافة اللي توعيه بحجم بلده ودورها واهميته. ما فيش شك ان في عبء جامد جدا جدا على الاعلام وعلى المتخصصين في الموضوع ده، وللاسف فعلا زي ما حضرتك بتقولي الانتماء، والانتماء هو عباره عن نمو الشيء، انتمي للشيء اللي هو انه يكبر انه يترعرع، ان هو هيبقى من البدايه بنتمي لابويا والامي ولاخواتي وبالتتالي لغايه لارضي لوطني. احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي فعلا احنا في وقت ما بقاش الانتماء ده ما بقاش انتماء ضد البلد، لا بقى ضد ان انا وانا قاعد مع ابويا وامي ما بناكلش مع بعض زي زمان، بنخرج لحتى لو خرجنا كل واحد معاه الموبايل بتاعه في 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 عالم تاني. المساله صعبه، وخصوصا فعلا احنا عندنا الدراما ما بقتش بقت غير مجديه وغير مسليه، رغم ان في يوم الايام عملنا رأفت الهجان فكانت مصر كلها والعالم العربي كله بيتفرج. كانت فيها ممثل او مجموعه من الممثلين اللي هم كانوا بيعتبروا نقول ان هم ما خدوش حتى كمان الفلوس بتاعتهم اللي هي المفترض ياخدوها، لانهم كانوا في وقت ده برضو كانوا ابطال. وكاتب عارف يخش لجوه البني ادم المصري ويتكلم حتى لو فيها نقول ايه افواره في الروايه، لكن وصلت وصلت. انا هقدر اقول لك حاجه، هي الفكره كلها ان انا ابسط الاشياء. يعني انا كتير جدا، ويمكن الشباب فاجئوني بحاجه كويسه، احنا زمان كنا بنخش السينما نتفرج على ميكي ماوس قبل الفيلم، احنا لو عملنا قصه بطل قبل الفيلم الولاد هيقعدوا يتفرجوا عليه، كان بقى اجنبي كان مصري كان اي حاجه، المهم ان انا قبل ما اشوف عبده موتى اشوف قصه البطل قصه البطل الحقيقي. اللي انا هقدر اقول لك ان السنه دي الشؤون المعنويه فعلا عامله مجهود جامد جدا، وقرروا ان هم ما يعملوش زي كل سنه حفله والموضوع ينتهي، لا كان في توعيه جامده جدا، واعتقد كلنا شفنا في الندوه الثقافيه لما جابوا عم ادريس اللي هو صاحب الشفره اللي كانت سبب طبعا من الانتصارات، وفيها اسباب كتيره، يعني ان احنا ازاي نكرم الناس دي وازاي نعرف الناس دي، وفي نفس الوقت اللي هو اكتوبر التنميه الافتتاحات. وبعدين والحظ الحلو ان هم فعلا ابتدوا دلوقتي في دكيس حوالي اكتر من 3 افلام روائيه، من ضمنهم الاستاذ وحيد حامد هيعمل قصه زي قصه بطل، يعني يا رب يا مسهل باذن الله. يعني انا اعتقد ان زي ما قلت الحاجه الحقيقه ان احنا نشوف قصص بطولات حقيقيه. انت عارفه حضرتك انا دايما يمكن كلنا في رمضان بنتفرج على قصص الانبياء رسوم متحركه ونسمع صوت يحيى شاهين وبيتكلم، كلنا كبار وصغيرين يحيى فخراني يحيى انا قلت مين صحيح ولا وليها، وتلاقي الطفل قاعد بيبص يعني بيستمع وبيعرف وبشغف شديد جدا. بالظبط ممكن جدا زي هنيدي طبعا، هنيدي ممكن جدا القصص دي تتعامل بالطريقه دي، وانا يعني اعتقد انها يعني هتأثر طبعا، هتأثر وتجذب الطفل وتكون عنده حصيله معلوماتيه. برافو عليك، ودي اهم. وللاسف احنا طبعا شايفين 6 اكتوبر هو الكوبري بتاع 6 اكتوبر، يعني التربيه والتعليم برضو كلنا شايفين مع اولادنا يا دوب صفحه ونص، ولو فكرت تقول له تعالى امسك اقرا الكتاب ده ما يرضاهوش، رغم ان ممكن الكتب دي يبقى فيها قصص وروايات كتيره. نفس السرد يعني
بنلاقي ابطال كتيره جدا عملوا قصصهم حلوه، لكن هو مش كاتب. تمام، يمكن لو كاتب هيعرف يقدر. احيانا بتبقى ماسك كتاب تقراه في يومين ويبقى 500 صفحه، لسرد الكلام بيخليك تعرف يعني تحب تقراه. لكن لما يجي واحد هو بطل ويخلي وهو يكتبها، او يجيب واحد يعني مش ضليل في الكتابه ويكتبها، والله حقيقي يعني للاسف رغم ان الروايه بتبقى هو بيحكيها مثيره جدا، لكن لما تيجي تقراها ما بتبقاش مثيره زي حكايات. هي احنا معانا على الشاشه بطل من الابطال الحقيقيين اللي يعني اثناء مروره بتسقط منه حافظه نقوده، ولما بيتعرفوا على شخصه الحقيقي بيتولد عندهم شعور كبير جدا بانه هذا الشخص مش انسان عادي ماشي كده في وسطنا، ده بطل حقيقي، يعني من ابطال حرب اكتوبر. حتى نظره الشباب بتختلف لما بيعرفوا انه في مواطن مصري شارك في حرب اكتوبر، نظرتهم ليه بتختلف، بيبقى في احساس كبير جدا بالاحترام بالهيبه، بانه يعني يستحق التقدير وان هم يقدموا له التحيه، يعني وهو راجع مره تانية قدموا له التحيه بالفعل. حقيقي لقطه مؤثره جدا، وده احساس الناس كلها في مصر، انه احنا لما بنشوف فعلا بطل من ابطال اكتوبر سواء ادى دور كبير او ادى دور صغير، مجرد انه شارك في هذه الحرب وكان على أتم الاستعداد أنه يدفع حياته تمن لانتصار مصر وانتصار وطنه، ده بيخلينا فعلا نقدم ليهم كل التحية والعرفان بهذا الجميل، لأنه لولا الناس دي ما كناش إحنا مصر يعني استعادت كرامتها مرة تانية بعد حرب 73. بيهمني قوي مسألة التعليم، وأنه أولادنا في المدارس يعرفوا يعني ايه حرب اكتوبر، كتاب التاريخ اللي المفروض ينقل بتفاصيل حرب اكتوبر، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا جدا على وزارة التربية والتعليم. لكن شايفين انه التعليم في يعني مراحل مختلفة بينقل صورة كاملة عن نصر اكتوبر العظيم لأولادنا؟ يعني خليني ابتدي اجابه حضرتك ان في احنا من حوالي 6 أشهر وجهنا للجهات المسؤوله ان في مدرسه فرنسيه بتدرس التاريخ المصري مكتوب فيها ان حرب اكتوبر انتصار اسرائيلي. مدرسه فرنسيه، المنهج جاي من فرنسا، المدرس مصري، الطالب مصري وعلى ارض مصر، والكتاب مكتوب فيه ان حرب اكتوبر مصر انهزمت فيها. فما بالك بالمشكله ده عندنا هنا. ايوه يا فندم، واحنا وجهناه للجهات المسؤوله ومعانا الكتاب نفسه وجهناه ونشرناه على الفيسبوك. الحقيقه استاذ احمد يعني حضرتك بتتطرق لشيء مهم جدا، احنا عندنا ظاهره طبعا المدارس الانترناشنال والتعليم الدولي اللي هو حتى مش تعليم بلدنا، رغم انه في قصور كتير جدا عندنا في التعليم واحنا معترفين بكده، ولكن خطوره التعليم الدولي على اولادنا الحقيقه يستحق مننا ان احنا نقف وقفة كبيرة جدا في هذا الموضوع. اختلف مع حضرتك في جزئية صغيرة، هي مش التعليم الدولي، أي تعليم في مصر في مرحلة الإعدادي أو ثانوي دلوقتي بيطلبوا من الطلبة عمل أبحاث من الإنترنت عن حاجة معينة، فالطبيعي نيجي في أكتوبر لسه الدراسة مبتدية في سبتمبر أكتوبر اعملوا لنا بحث عن حرب أكتوبر، هيخش فين؟ هيخش على ويكيبيديا، ويكيبيديا مكتوب فيها إن مصر اتغلبت، هيخش على history.org موقع التاريخ العالمي ده لو بالانجلش. فاحنا عندنا الموقع بتاعنا موقع مرجعي، الحمد لله دخلنا حوالي 29 مليون زائر في ال9 سنين اللي فاتوا، لكن انا عايز انقل لحضرتك لمعركه الوعي اللي احنا تبلورت عندنا من حوالي سنه فاتت. اسمح لنا قبل ما نتكلم عن معركه الوعي، لان هي فعلا معركه، خلينا نطلع نشوف حرب اكتوبر بذكرياتها في ذهن الناس، نشوف ونسمع الناس ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا. Dream.
نبيل نبيل وبيل حياتنا الوطن. نصر اكتوبر اهم ما فيه انه صنع قدوة، واحنا في اشد الحاجة دلوقتي والاجيال اللي موجودة في اشد الحاجة ان يبقى لها قدوة. فالقدوة بتيجي من البطولات وحكي البطولات. عندنا في حرب اكتوبر ما شاء الله كم من البطولات حققها سواء جنود او ضباط، ودي لازم نحكيها لاولادنا لما تبقى في مناسبة زي شهر اكتوبر كده. لازم الجيل الاكبر يوصل للجيل الاصغر امتى مصر كانت بتقدر تحقق بطولات عظيمة جدا، وازاي قواتنا المسلحة مع الجيش الاثنين مع بعض قدروا يعبروا في يوم من الايام هزيمة كانت بتشعر بيها مصر ويحققوا نصر كبير جدا. مهم قوي انه التواصل ده يوصل نوع من تنمية الروح الوطنية عند الاجيال الصغيرة. في الوقت الحالي على الفيسبوك انا بكلم الناس على الفيسبوك دلوقتي عن حرب اكتوبر، بنشر حلقات عن حرب اكتوبر، بشوف ايه اللي إيه الابطال اللي عملوا بطولات فردية كمان، في ناس زي اللي اخترع الشفرة زي الناس دي كلها، فبحاول اعمل ده من خلال الفيسبوك، لان مهم جدا الاجيال الجديدة اللي طالعة دي تعرف ايه حرب اكتوبر. الوعي الوطني بقى فيه زي بسبب الانترنت ودواب الحدود بين البلدان وسهول سرعة المعلومة، فبقى الحكاوي حاجة والمشاهدة المرئية على السوشيال ميديا حاجة تانية، هي اللي بتتكلم. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عيني صحية، يوم جدانا كتبت سطوري شهد التاريخ يومها عبوري. نرجع لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أن أستاذ أحمد كان بيتكلم عن معركة الوعي. تفضل أستاذ أحمد. زي ما أستاذ إيمان قالت إحنا عندنا محتاجين نوعي الناس. أنا أختلف معاكم أنه هو مش دور دولة بس، دور مجتمعات، دور المجتمع مجتمعي. والمدني برضو. إحنا كمؤسسة لما إحنا بنقول دلوقتي إحنا مقدمين مشروع جاهز عندنا عبارة عن 11 فيلم في 4 سنين، كتب تقدم سنوياً مع وزارة الثقافة، فلايرز صغيرة تتوزع على طلبة المدارس، انفوجرافي اللي هو صورة البطل واربع خمس سطور عشان الولاد ما نديلهمش مادة كبيرة، مجلة كوميكس اللي كنا قاعدين بنتكلم فيها قبل الهوا. مجلة كوميكس عبارة عن ايه؟ بدل ما انا دلوقتي على الارصفة بتتباع باتمان وسوبرمان وسبايدر مان اللي هو ابطال امريكيين خرافيين، طب ما احنا نعمل المجلة المصري لبطل حقيقي، والمجلة تبقى شاملة من سن 8 لغاية سن كبير، الكل يستفيد بيها، البيت كله يستفيد بعدد واحد يتنقل ما بينهم. طب ما احنا بنقدم عاملين دراسات للحاجات ديت كلها ومجهزين الحاجات ديت، لكن احنا كل اللي احنا محتاجينه، ومش هقول لحضرتك دعم الدولة لان الدولة فيها اللي مكفيها، احنا محتاجين دعم خارجي من خارج الدولة جوه مصر لينا ان احنا ننفذ دهيت. لما حضرتك بتتكلمي على الافلام اللي هي قبل السينما، احنا عملنا دراسة قدمناها للسيد وزير الثقافة 100 فيلم مش هيكلفوا الدولة ولا مليم، وزارة الثقافة تاخدهم. عملنا اوريدي، عملنا 4 افلام. طب هل في استجابة من وزارة الثقافة؟ لا لا. ليه بقى؟ ما هو ما حضرتك بتقول احنا قدمنا عايزين اقول على الهوا ليه يا استاذ ايمان؟ مش مش يعني مفيش مش استجابة مش من وزارة الثقافة، مش في الدماغ. هل ما لقتش استحسانهم الافلام؟ احنا عملنا 4 افلام، منهم 3 افلام وثائقية درامية، والفيلم الرابع فيلم درامي كامل وبطولة استاذ حسن، هو مش ممثل ومعانا بطل الفيلم. والفيلم اتعرض على كافة وحدات القوات المسلحة والفريق طراز كرمنا، والافلام اللي قبل كده على القوات الجوية سيادة الفريق يونس المصري كرمنا. حضرتك عارفة وشؤون معنوية، عارفة الشغل النبوي والموافقات. لما نروح لصاحب قناة نقول له والله احنا الفيلم ده كلفنا كذا، اعرضه عندك ودينا جزء من الفلوس عشان نقدر نشتغل بعد كده، يقول لك لا الفيلم ده مش هيجيب اعلانات مش هاخده. التلفزيون المصري. طب قول لي يا استاذ احمد يعني لا 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 في نفس النقطة مش بنغير الموضوع. تمام. لا قدمت الافلام في وقت حضرتك ما قدمتها لناش احنا. لا للتلفزيون فوق ماشي. الحاجة التانية انه حضرتك بتقول اهمية ان انت تعمل افلام، وحضرتك ذكرت افكار كتيرة جدا جدا جميلة. ممكن البعض يلاقي استحسانها والبعض لا. أكيد. شيء طبيعي. أكيد. ولكن خلينا نتفق على حاجة، انت عايز تخاطب جمهور من الشباب والاطفال و طيب الفئة دي من المجتمع ايه اكتر حاجة اقرب ليها؟
السوشيال ميديا. السوشيال ميديا ليه حضرتك ما بسهوله شديده جدا ما تذيعش الحاجات ديت على شيء خاص بيكم انتوا، سواء يوتيوب، افلام، تتذاع؟ الحقيقه ان السوشيال ميديا كل شبابنا بيقعد عليها ويشوف حاجات مؤثره جدا في حياتهم. أكيد طبعا. وبتغير حتى نظرتهم للحياه. اكيد. فاقصد انه فكره ان انا اوصل للناس ما هياش شيء صعب. لا في طبعا. شباب كتير جدا قدم افكار بسيطه جدا ولكن نجح بيها ولقى قبول شديد. في ناس بدات من السوشيال ميديا وبقوا نجوم عالميين دلوقتي. اكيد انا مع حضرتك، بس انا برضو متارجت الشباب اللي ما يعرفوش السوشيال ميديا، الشباب اللي في الكوره وفي النجوع اللي ما عندهمش اصلا انترنت. عايز اوصل لكل الناس، عايز اوصل رسالتنا لكل الناس. الاعلان اللي حضرتك شفتيه دلوقتي او الكليب الصغير اللي هو دقيقتين دهوت ده مكلفنا مبلغ. أكيد. احنا مؤسسه ثقافيه شغالين بالجهود الذاتيه. لما انا عشان اكمل وعايز اعمل واحد تاني واعمل 10 واعمل 20 واعرضهم على السوشيال ميديا ببلاش، هنجيب موارد منين؟ فاحنا لازم بندور على هدف، جهه الدعم طبعا، ده اساسي في مشروعنا القومي. وفي نفس الوقت الحاجات دهيت لازم بتتقدم في محتوى مختلف ومحبب. أكيد. للناس. أكيد. لما بقول لحضرتك احنا عملنا فيلم ساعة ونص درامي كامل اتعرض في كافة وحدات القوات المسلحة واتعرض على الفضائيات ولقى استحسان جامد جدا، وده جهود ذاتية. الله يرحمه استاذ محمد راضي كان اول واحد كلمني. قال لي انت عملت فيلم حربي، انت عملته حاجة كبيرة في البلد. واضح ان انتوا جهدكم كبير، والحقيقة انه الفيلم حتى اللي احنا زعناه اكتر من رائع. بتمنى انه يكون في جهة رسمية في الدولة تدعمكم، لانه الحقيقة اللي بتقوموا بيه عمل بطولي مهم جدا 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 في ان احنا نقدم معنى الوعي ونستعيد انتماء شبابنا مرة تانية. بشكر ضيوفنا اللي نورونا النهارده في الاستوديو، واستنونا باذن الله الحلقه الجايه وموضوعات مهمه في تعامل البيوت.